بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله يومكم بكل خير. هذه اليوم جلسة تاريخية، لأول مرة السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعقد اجتماعها عن بعد. وتعلمون أيها الأخوة الأعضاء أن هذه الجلسة أتت نتيجة لما نمر به من هذا الوباء الذي يتطلب منا اتخاذ إجراءات احترازية حرصا على سلامة الجميع. والحمد لله بأن الأمانة العامة وإدارة تقنية المعلومات كانت على استعداد تام لعقد الجلسة عن بعد. وأشكر السيد الأمين العام ومنتسبي الأمانة العامة وجميع الأعضاء على تعاونهم لكي نحقق هذا الأمر. أخواني، حبيت أن أبين لكم نقطة قبل أن نقرر عقد الاجتماع عن بعد. أخذنا رأي هيئة المستشارين في سلامة الجلسة من الناحية الدستورية والقانونية، فأكدوا لنا أن الجلسة تعتبر قانونية وليس هناك أي شبهة عدم دستورية في عقد الجلسة عن بعد. فالحمد لله أن هذه الجلسة ستكون جلسة قانونية كغيرها من الجلسات التي تتم في المجلس. والشيء الآخر أن احنا نطلب من المولى عز وجل أن يبارك لنا هذه الجلسة ويتم فضله علينا بالعفو والعافية. والآن بعد هذا التوضيح البسيط سأفتتح الجلسة. نبدأ بجدول أعمالنا المعتاد. أطلب من الأخ الأمين العام بقراءة أسماء أولا لأن الأخوان ليس أمامي، أريد أن يؤكدوا لي بأن هناك نصاب كامل حتى نبدأ الجلسة القانونية. نعم، أكد لي الأخ الأمين العام أن النصاب موجود. إذن نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. لا يوجد متغيبون عن الجلسة السابقة بدون عذر، لا يوجد معتذرون لهذا اليوم، لجلسة هذا اليوم. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا كان الأخوة الأعضاء لديهم أي ملاحظات. إذا لم تكن هناك ملاحظات فنعتبر مضبطة الجلسة مصادق عليها، وننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخ الأمين العام تفضل. شكرا معالي الرئيس. الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرفق للمرسوم رقم 41 لسنة 2019،
اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن الوضع المالي لصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورد معالي الوزير عليه لإختار المجلس. السؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الفحص الطبي للعامل الأجنبي عند تجديد تصريح العمل ورد سعادة الوزير عليه لإختار المجلس. السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مشاريع الطرق ورد سعادة الوزير عليه لإختار المجلس. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963. الأخ المقرر الأخ فيصل النعيمي. شكرا معالي الرئيس. أطلب المجلس الموقر تثبيت هذا التقرير في مقبضة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة أغلبية موافقة. تفضل. تدرست اللجنة المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 بحضور ممثلين كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والألقاب والمستشار القانوني للجنة. اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وموافقاته وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدا لسلامة المرسوم بقانون من ناحيتين دستورية وقانونية. وتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد جاءت في مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ميلادي نص جديد يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية. أما المادة الثانية فقد نصت على إلغاء المادة 24 مكررا من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وفي حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية. ويهدف المرسوم بالقانون إلى توحيد الإجراءات والأداة القانونية المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية بما في ذلك حالات الإدانة بجريمة إرهابية من بعض الجرائم المشار إليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ورأت اللجنة أن نص المادة 24 مكرراً من القانون رقم 58 سنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية جعل إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها أمراً وجوبياً في حق الدم بإحدى الجرائم المبينة في المادة المذكورة كعقوبة تبعية فضلاً عن العقوبة. كان ذلك وكانت الجنسية من أهم الحقوق اللصيقة بالفرد والتي يكون الحرمان منها ذو أثر بالغ على من سلب منه ذلك الحق. وكان من مبررات تدخل السلطة التنفيذية لإصدار المرسوم بالقانون بأسرع وقت لتعديل نص المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها
أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 ومن 12 و17 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بحيث لا يكون أمر إسقاطها وجوبيا بل يكون لوزير الداخلية في حالة في هذه الحالة عرض أمر إسقاط الجنسية البحرينية حال إدانته في ذلك الجرم الإرهابية، وفقا لتقدير كل حالة على حدة، وذلك من واقع ظروف القضية وملابستها ومدى دلالتها على فقدان المحكوم عليه بالولاء والانتماء لمملكة البحرين، بالإضافة إلى تاريخه وسوابقه الإجرامية. وكل ذلك يتم تحت رقابة مجلس الوزراء، والذي يكون له طبيعة الحال سلطة قبول إسقاط الجنسية عن المحكوم عليه. إذا ما ثبت له فقدان المحكوم عليه للولاء أو الانتماء لمملكة البحرين، نظرا لأهمية هذا المرسوم بالقانون، ترى اللجنة ضرورية الموافقة عليه وتماشيا مع ما تقدم، ونظرا لصدور المرسوم بالقانون في فترة غياب البرلمان، وأخذا في الاعتبار ظروف الاستعجال التي استوجبت إصدار الأداة القانونية اللازمة، حيث أن المرسوم بالقانون صدر استنادا لمادة 38 بالدستور، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بالقانون وقراراته، وترى أهمية التوصية بالموافقة عليه. شكرا جزيلا. الأخ جهاد الفاضل، الدكتورة جهاد الفاضل، تفضلي. قرار الحكيم بعقد الجلسة عن بعد، والشكر موصول لكل فرد في الأمانة العامة وعلى رأس سعادة الأخ الأمين العام على حسن تنظيم وانعقاد هذه الجلسة التاريخية في عمر المسيرة البرلمانية. معالي الرئيس، الجنسية ليست جواز أحمر فقط، الجنسية ولاء وانتماء للأرض والوطن، ولا يستحق أن يحمل هذا الشرف العظيم إلا من يخلص لوطنه ويدافع عن أرضه ويحمي استقلال بلاده من أي تدخل. البحرين دائماً تحتضن كل أبنائها، ولكن لا مكان لمن يخون ويشق الصبر، ومن حق الدولة أن تحاكم الإرهابي عن جرائمه وأفعاله المسيئة ضد الوطن. معالي الرئيس، هذه العقوبة، عقوبة إسقاط الجنسية، ليست اختراع محلي حتى تنزعج منها المنظمات الحقوقية وأنصارها، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، وهؤلاء اللي يغضون الطرف عن أن هذه العقوبة معمول بها في دول عديدة. فرنسا على سبيل المثال أسقطت جنسيتها عن إرهابي انضم للجهاديين في أفغانستان، كذلك أستراليا أسقطت الجنسية عن 5 إرهابيين بسبب قتالهم مع داعش، كذلك بريطانيا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا وغيرهم من الدول الأخرى. إذن البحرين تسير في مركب الدول الديمقراطية في موقفها للتصدي للإرهاب، ومن إيجابيات هذه العقوبة أنها ساهمت في خفض معدل الجرائم الإرهابية، بالإضافة أيضا إلى جهود وزارة الداخلية بتوجيهات معالي الوزير لحفظه. أنا طبعا أتفق مع توصية اللجنة وأشكركم على تقريركم. شكرا. شكرا جزيلا. الأخ خميس الرميحي، تفضل. أنا أيضاً بدوري أهني معاليكم بعقد الجلسة التاريخية كما تفضلتم وأشرتم عن بعد. والحقيقة مهما قيل عن دستورية أو عدم دستورية هذه الجلسة، دائماً هناك قاعدة شرعية التي تقول بأن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي فإن حياة الإنسان هي مقدمة على كل شيء. أنا أيضاً أضم صوتي إلى صوت الزميلة الدكتورة جهاد، وكما قالت بأن الجنسية هي ليست جواز الحقيقة، بل هي انتماء وحب لهذا الوطن لابد أن يترجم بأفعال.
وبالتالي فإن من كانت أفعاله ليست مع الحب والانتماء لهذا الوطن فهو لا يستحق أن يكون منتمي لهذا الوطن وهذا الشعب. طبعاً بكل تأكيد المرسوم تناول أو شروطه الشكلية مستوفي شروطه الشكلية حيث أن طبعاً جاء طبقاً للمادة 48 من الدستور وهو أيضاً صدر أثناء غيبة البرلمان وطبعاً كانت هناك تدابير يجب أن تتخذ إسراع بها وعرض المرسوم أيضاً على المجلس خلال الفترة المقررة دستورياً وعدم مخالفة الدستور. ولكن معالي الرئيس الذي لفت نظري في هذا المرسوم أن هذا المرسوم هو عالج قانوني وهو للمرة الأولى خلال 18 سنة الماضية من عمر المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة أن يأتي مرسوم بهذه الصورة حيث أن المرسوم هو يعالج قانون الجنسية ونرى في المادة الثانية من المرسوم يعالج مادة 24 مكرر من قانون آخر وهو قانون الإرهاب وهذه للمرة الأولى وأنا الحقيقة كنت يعني كانت في بعض المراسيم تأتي بنصوص أو بنص جامع في آخر المرسوم يأتي كان يكون يلقى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع هذا المرسوم أو إذا كان هو مشروع قانون يلقى أي نص يتعارض مع أي هذا مع هذا القانون. هذا الذي نفت نظري وما أدري هل هذا هو خطأ في السياقة حيث أن هذا المرسوم عالج قانونين في آن واحد. لذلك طبعا هذا هو مرسوم والمرسوم أما أن يتم الموافقة عليه بغالبية أو ترفض غالبية أعضاء المجلس وبالتالي فأنا هذا المشروع أو هذا المرسوم له من الأهمية بالمكان حيث أن مجلس الموقر بكل تأكيد سوف يمرر هذا المرسوم للحاجة الماسة لتعديله وشكرا معي الأخ الرئيس. شكرا جزيلا. لا مجلس النواب مرر المرسوم. نعم. أبو محمد. نعم. الأخت دلال الزايد تفضلي. الرحمن الرحيم. الشكر موصول طبعا لك معالي الرئيس وكذلك للأمين العام الأستاذ أسامة العصفور ولمنتسبي الأمانة العامة حقيقة على إنجاز والعمل خلال الثلاثة أيام الماضية بشكل متواصل إجرائيا ومضمونا حتى نكون فعلا في تواصل وسير أعمال الجلسة فوجب الشكر. بالنسبة لتقرير اللجنة المعروض طبعا الشكر أيضا لرئيس وأعضاء اللجنة حقيقة يعني هذا المرسوم جاء فعلا لمناقشة موضوع والتعرض لمسألة إسقاط الجنسية بأن ضمنت الحالة المتعلقة في حالات الإرهاب التي تصدر فيها الأحكام المتعلقة بالإدانة للقيام بأي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الإرهاب والخاصة المتضمنة لأمور تخالف الدستور والتي تمس في أمن وسلامة الدولة أو تمويل الإرهاب وغيرها من الأفعال التي تم تعريفها. طبعاً وجود هذه الحالة كالحالة سجلت كبند رقم 4 من المادة 10 التي تضمنت أعلاه 3 مواد متعلقة في الخدمة لدولة أجنبية الدخول في الخدمة العسكرية وكذلك القيام بما يناقض بالولاء للبلد والقيام بأفعال متتنافى مع ذلك مما توجب الأخذ بمسألة إسقاط الجنسية إضافة البند 4 وإلقائها من المادة 24 الواردة في قانون حماية المجتمع من الإرهاب لا مشكلة عليه ولا تثريب هو عالج أنه أوردها في مادة ذات صلة ومتعلقة فيه
باعتبار أن الآلية المراد تطبيقها أن تكون تنفيذ موضوع الإسقاط الجنسية يتم بقرار مسبب، وكونه مسبب هذه إضافة أيضا للتشريع البحريني لبيان أسباب الإسقاط، وتكون بناء على عرض من وزير الداخلية بحيث تأخذ كل حالة على حدة، خاصة أن البحرين تحترم القواعد المتعلقة في انعدام الجنسية، وفي ذات الوقت توازن وتحافظ على أمنها وسيادتها الوطنية، أخذت في الاعتبار ما تم يعمل عليه في التشريعات المقارنة. ويمكن إحنا في منطقتنا تحديداً الخليج والبحرين بشكل خاص مثل هذه الإجراءات لا تؤخذ إلا بناء على أحكام قضائية وتحوز حجية الأحكام الباتة النهائية التي تستنفذ طرق الطعن عليها. بالتالي أنا يعني توافق مع هذا المرسوم، خاصة وأنه جاء فعلا مستوفيا لشروط الشكلية من حيث الاستعجال والضرورة، بالإضافة إلى صحة المضمون تماشيا مع الأحكام المتعلقة بإسقاط الجنسية. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الحداد تفضل. عن لكم على هذه الجهود المميزة والأمانة العامة والأخير أمين العام والجميع المنتسبي الأمانة على هذا الجهد الكبير الذي مكننا اليوم من اجتماع مجلس الشورى عن بعد. الشكر الموصول إلى لجنة الدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المميز. مع الرئيس أعتقد بأن هذا التعديل يصب في صالح مملكة البحرين فيما يخص حقوق البحرينيين الذين قد تستدعي الظروف أن تسحب جنسيتهم، وفي هذا التعديل مع الرئيس أعطي الحق إلى معالي وزير الداخلية بأن يحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الصائب في هذا الشأن. وفي هذا الخصوص مع الرئيس أعتقد أن هناك ضمان للذي قد يتعرض إلى سحب جنسيته، لأن مجلس الوزراء الموقر سوف يقوم بفحص ودراسة هذا الأمر واتخاذ القرار الصحيح المناسب. وطبعاً وهذا حق دستوري محفوظ لجميع المواطنين البحرينيين. أعتقد أن هذا التعديل مع الرئيس وخاصة إحالة مجلس الوزراء سوف يعطي ثخماً ومصداقية للمسيرة المباركة حقوق الإنسان والتي دشنها صاحب الجلالة الملك مفدى الله يحفظه في مشروع إصلاحي، سوف يعزز المصداقية مملكة البحرين. مع الرئيس بس لدي سؤال إلى الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو العدل، في حالة أن مجلس الوزراء قد أصدر أمرا بإلغاء الجنسية عن مواطن بحريني ما، هل يحق لهذا المواطن بأن يستنجي بالقضاء البحريني لمعرفة الرأي في هذا الشأن؟ وشكرا مع الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ فؤاد الحاجي تفضل. سيد الرئيس أنا مع تقرير اللجنة لأن أعمال الأرهاب اللي عانى منها المجتمع ما تقول إلا بالويلات والدمار على أفراد هذا المجتمع، وقد يمتد أثرها إلى مجتمعات غير مجتمعات أخرى. سيد الرئيس يعني جاء في الضمانات اللي وضعها هذا المرسوم قانون معالي وزير الداخلية واللي يكون فيها الحالات حسب كل حالة وكل ظروف أعطى نوع من الضمان، هذا يعني لتقرير يعد لتقرير وزير الداخلية وعرض مجلس الوزراء الموقر عليه. وإحنا معنا مشروع القانون مثل ما أسلك حماية للمجتمع، ولابد أن من يتمتع بشرف جنسية بحرين يكون محافظ عليه، والهم الأول والأخير هو الحفاظ على هذه البلد وسلامة هذه البلد وأرضها البلد ولا لا هذه البلد ولا سيد
هذه البلد وعلى جلالة الملك كلها والطبع. أنا بس إلا نفت نظري في تعديل الوسائط المادة 24، يعني واللي أدخلت في المادة اللي قبل بإلغاء المادة 24 من مواد 5 و7 و9 إلى الآخر، يعني في عجز المادة أن لا يتم إسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلد. هذه العبارة شفتها حذفت. أنا أعتقد أن أكبر ضمان إلى الإنصاف إلى المحكوم هي عادل البلاد الله يحفظه ويرعاه. أنا ما أدري ليش هذه العبارة حذفت، مع أن أعد وأكرر أن أنا مؤيد لهذا المرسوم القانوني. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ درويش المناعي تفضل. تحياتي الجميع، وأشكر كل من ساهم في ترتيب إلكترونيا لهذه الجلسة، وأشكر اللجنة على تقريرها الوفي وتوصيتها بالموافقة، وهنا أؤيد هذا التعديل حيث يدعم مركز مملكة البحرين عالميا في شأن حقوق الإنسان. الغرض هو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ولا يكون أمر إسقاط الجنسية وجوبيا، بل يكون لوزير الداخلية عرض أمر إسقاط الجنسية البحرينية حالة لإدانة في تلك الجرائم الإرهابية وفقا للتقدير، كل حالة على حدة من واقع ظروف القضية وملابساتها ومدى دلالتها على فقد المحكوم عليه للولاء والانتماء لمملكة البحرين وتاريخه ومواقفه وسوابقه الإجرامية، ذلك كله تحت رقابة مجلس الوزراء، والذي يكون له بطبيعة الحال سلطة قبول إسقاط الجنسية المحكوم عليه إذا ما ثبت له القدر المحكوم عليه للولاء والانتماء لمملكة البحرين. هذا التعديل المنصف لا يعطي فرصة لحوانيت حقوق الإنسان المأجورة بالدعاء بعدم عدالة إجراءاتنا لحماية المجتمعات. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، وبداية يعني أتفق مع ما ذهب إليه كل السادة الأعضاء بأن الحق في إسقاط الجنسية وحق أصيل تتخذه الدولة وفي قوانينها، ولا يوجد ما يمس هذا الحق في أنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كل دولة إذا كانت هذه الجرائم التي يرتكبها الشخص يعني تمس أمن وسلامة الدولة، وجب على الدولة بالعكس أن تفرض هذا النوع من القوانين. هناك أمر مهم كذلك يطلق عليه كذلك قصور السلطة التشريعية. إذا السلطة التشريعية أساساً وجدت بأن هناك بعض الجرائم التي لا يوجد لها عقوبات رادعة، يجب عليها من تلقاء أنفسها أن تبادر إلى ذلك، وعدم مبادرتها يعتبر قصور في ممارسة حقها. وبالتالي أحد هذه الحقوق هو أن تفرض لقوانين، هذه القوانين تكون رادعة في الحالات التي تطرق لها هذا القانون أو أي حالات ثانية بما في ذلك حالة سحب الجنسية أو غير ذلك من الحالات. بالعودة معالي الرئيس إلى سؤال سعادة العضو خميس المهي، أعتقد هو سؤال مهم. لماذا نص لماذا يعني هذا القانون قد عدل قوانين أخرى؟ الأساس معالي الرئيس في ذلك هو توحيد الإجراءات والأداء القانونية، وذلك في حالات إسقاط الجنسية، وذلك للقانون رقم 58 لعام 2006 في المواد التي حددها القانون، وكذلك تضمين المادة 24 مكرر. يجب دائماً أن نتذكر معالي الرئيس بأن الأساس من هذا القانون يتحدث عن جرائم تعد هذه الجرائم أو تبين هذه الجرائم مدى الخطورة الجرمية لمرتكبيها، وبالتالي يجوز بناء على ذلك أن تكون العقوبة كذلك عقوبة يعني من هذا النوع. وأذكر بأن هذه الجرائم هي إذا خدم أو دخل هذا الشخص خدمة عسكرية إلى دولة أجنبية، إذا ساعد في خدمة دولة معادية، إذا تسبب
في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف يناقض واجب الأداء أو إذا أدين في جريمة من جرائم الإرهاب. إذن جميع هذه الأفعال الجرمية تنم على أنها أفعال جرمية يعني شديدة، وبالتالي أجل أكيد بأنه لا يوجد هنا يعني أي طريقة للتذرع، لأن حتى القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان تعطي الدولة الحق في أن تدافع عن نفسها وعن أرضها وعن كذلك مدى قيام مواطنيها بأعمال سوية، وإذا كانت هذه الأعمال غير سوية لا تمانع هذه الاتفاقيات. شكرا على ذلك. إذا ما في أي مداخلات أخرى، إذا هذا مرسوم بقانون، نصوت على رأيكم فيه نداء بالاسم. الأخ الأمين العام. الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال. الدكتور أحمد سالم عبد علي العريض. موافق. أحمد مهدي عبد النبي الحداد. موافق. بسام إسماعيل بن محمد. موافق. حمد مبارك حمد النعيمي. موافق. خالد حسين مهدي المسقطي. موافق. درويش أحمد عبد الله المناعي. موافق. رضا إبراهيم عبد الله منفردي. موافق. سبيكة خليفة أحمد الفضالة. موافق. سمير صادق محمد البحارنة. موافق. صادق عيد حسين آل رحمة. موافق. عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة. موافق. عبد الرحمن محمد سيف جمشير. موافق. الدكتور عبد العزيز حسن علي أبل. موافق. علي عبد الله علي العرادي. موافق. فؤاد أحمد جاسم الحاجي. موافق. الدكتورة فاطمة عبد الجبار محمود الكوهجي. موافقا. فيصل راشد علي النعيمي. موافق. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي. موافق. نانسي دينا إلي خضوري. موافقا. نوار علي عبد الرحمن المحمود. موافق. هالة رمزي فايز. موافق. ياسر إبراهيم محمد حميدان. موافق. يوسف أحمد حسن الغتم. معالي الرئيس علي بن صالح الصالح. موافق. إذن موافقة بالإجماع. سن. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. سعادة وزير شؤون المجلسين طالب الكلام فليتفضل. شكرا. أنا طلبت صراحة أثناء المداولة كان عندي بعض الملاحظات، حبيت إذا سمحتوا لي بدقيقة. يتفضل. أولا معالي الرئيس أشكركم وهن الأمانة العامة في مجلسكم الموقر على النجاح في ترتيب هذه الجلسة عن بعد، والحمد لله ربما يعني أمور تقنية بسيطة ولكن في العموم جلسة جيدة ومطابقة للدستور والقانون. فقط ملاحظتين طال عمرك على مداخلة أخي العزيز سعادة العضو أحمد حداد. نعم. عندما تكلم عن سحب الجنسية، المرسوم هذا يتكلم عن إسقاط الجنسية. سحب الجنسية لها حالات أخرى يحكمها أيضا قانون الجنسية. الأمر أحيل إلى مجلس الوزراء، هذه أيضا ملاحظة الأخ فؤاد الحاجي، لأن المادة 47 مجلس الوزراء هو من يرعى المصالح العليا للدولة، فبإمكانه تحديد، لأن المادة جوازية يجوز، فبإمكانه تحديد الحالات التي تسقط في الجنسية من تلك التي لن تسقط في الجنسية.
الأمر الأخير ملاحظة أيضاً ومداخلة أخي أحمد الحداد عندما قال هل يجوز لمن أسقط جنسيته أن يحتكم للقضاء؟ أصلاً هذا الإسقاط لم يأتي إلا بعد حكم قضائي. فيلاحظ عند قراءة المادة المضافة الجديدة إذا أدين بعمل من الأعمال الإرهابية نص عليها قانون مكافأة حماية المجتمع من قانون الإرهاب. فهذا الأصل هو حكم قضائي ثم إجراء آخر يقوم بمجلس الوزراء. شكرا معاليكم وهن نفسي والأخوة جميع الأعضاء وهنكم قبل ذلك على هذا العمل الطيب. شكرا معاليكم. مشكور شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971. الأخ المقرر الأخ عادل معاودة، تفضل. السلام عليكم معالي الرئيس. سلام. مرحبا يا هلا، تفضل. الله يشكرك معالي الرئيس. أرجو تثبيت التقرير في مبلغ اللجنة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ تمت الموافقة، 35 موافقين. تفضل. شكرا معالي الرئيس. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب وموافقاته بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وانتهت إلى الموافقة عليه للأسباب الآتية. أولاً، من الناحية الدستورية فقد صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية استنادا لنص المادة 38 من الدستور ومستوفيا لشروطها، وإن من مبررات إصداره تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من استراتيجية العدالة الناجزة التي تعمل عليها وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والتي منها إدخال الوسائل الإلكترونية ضمن إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى وزيادة تنظيم عمل المنظومة القضائية، فضلاً عن الحاجة إلى إصداره مع بداية العام القضائي الجديد 2019-2020، حيث أن الانتظار حتى بداية دور العقاد الجديد للمجلسين يؤدي إلى إرباك العمل القضائي ولتحقيق التطبيق الأمثل لتنظيم إدارة الدعوى. ثانياً، من ناحية الملائمة القانونية والموضوعية، أجاز المرسوم بقانون لصاحب الحق في طلب استصدار أمر الأداء كطريق استثنائي مقرر له بنص المادة 323 مرافعات أن يسلك أحد طريقين، إما رفع الدعوى القضائية بالطريق العادي أو باستصدار أمر أداء بعد أن كان الطريق الوحيد المقرر له هو طريق أمر الأداء، وفي هذا تحقيق مصلحة الدائن صاحب الحق بأن يختار أي طريق سيسلك، الطريق العادي لرفع الدعوى من غير أن يقضى بعدم القبول أو الطريق الاستثنائي باستصدار أمر الأداء باعتبار أنه هو صاحب المصلحة باستخدام هذا الحق أو عدم استخدامه باللجوء للإجراءات العادية لرفع الدعوى. ثانياً، إن المرسوم بقانون جعل مدة إعلان أمر الأداء 3 أشهر بدلاً من شهر، مما يحقق مصلحة الطالب فيكون لديه مدة كافية يتم خلالها إعلان المدين وفق ما رسمه القانون ليتوقع جزاء اعتبار الأمر كأن لم يكن، وهذه المدة تتفق مع المعمول به في التشريعات المقارنة. ثالثاً، كما أكد المرسوم بقانون على مبدأ استقلال القضاء، إذ نص على أن يختص المجلس الأعلى للقضاء بسلطة ندب قاض أو أكثر للقضاء المستعجل بدلاً من وزير العدل والشؤون الإسلامية. رابعاً، كذلك فقد وضع المرسوم بقانون فقرة جديدة للمادة 8 تقرر اعتبار حكم المحكمة الصغرى انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 1000 دينار، ويراعي المرسوم بقانون في هذا الشأن طآلة قيمة المطالبة في الدعوى، فقرر حسمها باعتبار حكمها انتهائياً غير قابل للطعن
إلا لأسباب قانونية حددتها المادة 213 مرافعات. خامساً، وقد استحدث المرسوم بقانون نص المادة 62 مكرراً الذي أجاز للوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر لوائح لتنظيم إجراءات خاصة لتسوية بعض الدعاوى، ولسرعة الفصل في دعاوى المطالبات الصغيرة واستخدام الوسائل الإلكترونية بما يكفل المرونة والسرعة للفصل فيها، وهو ما يعد مكملا للقانون رقم 18 لسنة 2018 الخاص بتنظيم مكتب إدارة الدعاوى. وفي كل الأحوال لا يكون ذلك إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء. سادسا، وقد أضاف المرسوم بقانون فقرة ثانية للمادة 213 مرافعات تجيز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحاكم الصغرى إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بهدف حسم مسألة الطعن على الحكم الصادر بهذه الدعاوى إذا كانت قيمتها لا تجاوز 1000 دينار. تابعاً وأخيراً، كما أضاف المرسوم بقانون المادة 252 مكرراً بشأن تنفيذ أحكام التحكيم بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة الكبرى، حيث أن قانون التحكيم رقم 9 لسنة 2015 لم يرد فيه النص على تنفيذ حكم التحكيم، ومن ثم يكون قد استكمل الفراغ التشريعي الموجود بشأن عدم النص على تنفيذ أحكام المحكمين، وذلك وفق الضوابط المشار إليها بالنص المضاف. وعلى ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن المرسوم بقانون المعروض قد استوفى الشروط المشار إليها بنص المادة 38 من الدستور وصدر وفقاً لها، ولم يتعارض مع مبادئ وأحكام الدستور كما جاء مكملاً للحزمة التشريعية التي تقوم بها مملكة البحرين بهدف تيسير عملية التقاضي وتخفيف العبء قدر الإمكان عن مرفق القضاء وتحقيق مصلحة مزدوجة للمتقاضي ولمرفق القضاء، وأن يلتزم بتحقيق العدالة للكافة واتخاذ كل ما يلزم لصون الحقوق. وعليه فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. شكرا معالي الرئيس. واحد الكلمة لمعالي وزير العدل الشيخ خالد بن علي، تفضل معالي الوزير. شكرا سيد الرئيس، حقيقة أود أن أشكركم على وأهنئكم على انعقاد قصب السبق لكم في أن تعقد جلسات مجلس الشورى عن بعد، فلكم مني كثير الشكر والتقدير، وحقيقة شيء نفخر به أن تكون هذه الجلسة تدار بهذا الشكل عن بعد. شيء ثاني فيما يتعلق بالمرسوم بقانون، يمكن بتكلم عن أثر هذا المرسوم الآن. حقيقة أصبح هذا المرسوم حجر الزاوية لجميع الإجراءات التي نتخذها في هذه المرحلة. اليوم وبسبب الظروف التي نمر بها، كان مبدأ الوصول إلى العدالة تحت ضغط كبير. الحمد لله مملكة البحرين لم توقف العمل في المحاكم، تم تشكيل فريق متكامل العمل ما بيننا المجلس على القضاء وإدارة العدل والنيابة العامة، وبدأنا في البداية في تخفيض عدد القضايا التي تنظر، ثم بدأنا مباشرة في تفعيل هذا المرسوم بناء على التطور التكنولوجي اللي موجود عندنا في الوزارة، وغطينا النواقص بأمور ثانية بجانبه مثل وسائل الاتصال والإيميل. بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء تم إصدار لائحة للإجراءات التجارية سواء كانت أمام المحكمة الكبرى أو الصغرى، لائحة لقضايا الفواتير، لائحة للمطالبات الصغيرة، لائحة للدعاوى المدنية والعمالية، الإيجارات، وكذلك التمييز والاستئناف. طبعا هذا في إطار هذا القانون فقط، ولكن أيضا في الجنائي
إذا تابعتم كان هناك الأسبوع الماضي أول ناقل أثيري لتجديد الحبس الاحتياطي ما بين المحاكم وما بين الذين على ذمة الحبس في تلك القضايا، وأعلن عن ذلك معالي المستشار عبد الله بن حسن بوعيد. الفكرة كلها هي إذا لم تستطع الوصول إلى العدالة فإن العدالة تصل إليك. هذه أحد التطبيقات المثمرة لهذا المرسوم. نحن في هذه المرحلة، يمكن الأستاذة بلال تكلمت عن موضوع النشر، إحنا شغالين على السوشيال ميديا على أساس نوصل هذه الأكبر عدد من المتعاطين مع المحاكم. اليوم بصدد استكمال دليل إرشادي متكامل مكتوب وواضح وفيه بيانات إرشادية في كيفية استعمال الطرق التكنولوجية، بل بالعكس اليوم تقديم المذكرات يغني عن الحضور في القضايا المدنية، وصرح أيضا بذلك أو أكد على ذلك معالي رئيس المجلس. نحن نعمل كمنظومة متكاملة، قطاع العدالة يستهدف بالأساس أن يكون تطبيق هذا المرسوم بالشكل الصحيح وما شرع لأجله. أعتقد أن هذه المرحلة بتثبت أن ما شرع لأجله هذا المرسوم ذهب أبعد من ذلك إلى أحد الأدوات الأساسية التي لم نوقف بها المحاكمات، ولكن استمرينا. اليوم المحاكم بتسير بصورة عادية، المحامين في مكاتبهم يتابعون قضاياهم ويقدمون دعواهم ويعلمون التأجيلات. الناس العاديين أيضا يتم إرشادهم عن طريق التواصل مع إدارة المحاكم وكذلك إدارة التنفيذ. مرسوم القانون أيضا بيعطي ميزات كثيرة، يمكن السادة أعضاء المجلس سبقوني إليها، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في نظام أوامر الأداء. أمر الأداء أصبح جوازيا وأصبح 3 أشهر حتى يسقط، وهذه ضمانة أزيد من اللي كانت موجودة قبل ذلك، وأصبح الخيار للمتقاضي أن يسلك طريق أمر الأداء من عدم. كذلك فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي 1000 دينار، فيما يتعلق بالدول اللي حولنا تقريبا ذهبت إلى 2000 دينار، ولكننا في مرحلة أولى ونقدم هذا النظام أنزلناه ب1000 دينار. طبعا مسألة كفالة استقلال القضاء مبدأ أساس، وعلى الرغم من أن هذه المادة التي تتعلق بقرار وزير العدل للند لمحاكم الأمور المستعجلة حقيقة تم إلغائها ضمنية منذ أن صدر قانون السلطة القضائية، وأصبح أمر استقلال القضاء موكل إلى مجلس منهم، إلا أنه كان من المستحسن والصحيح أن يتم النص عليها صراحة في قانون المرافعات ما دون صدر التغيير فيه. أتمنى من مجلسكم الموقر أن ينظر للمرسوم. نقطة أخيرة هي أن هذا المرسوم بالفعل صدر وله ما يبرره آنذاك، واليوم إحنا بنواجه ما هو أكثر تبرير. كانت المبررات آنذاك هو أن يصدر هذا المرسوم لكي يكون جاهزاً على بداية العام القضائي ويتم العمل بموجب هذه الإجراءات، كذلك أنه بيكون له أثر في تطوير العمل بالمحاكم، خاصة أن في تطور تكنولوجي حاصل فيها، وكذلك مواكبة لاشتراطات البنك الدولي فيما يتعلق بتقييم البحرين. ولكن اليوم نجد أن هذا المرسوم أيضا هو أحد الأدوات التي ساعدت على استمرارية تقديم العدالة لكل الناس وعدم وقف المحاكم، وأصبح حجر زاوية في كل ما نعمله الآن من إجراءات. شاكر لكم سيد الرئيس. شكرا معالي الوزير. الأخ خميس الرميحي. شكرا، يعني لن أضيف على ما تفضلت فيه زميلتي الأخ السادة دلال. الحقيقة كان شرح وافي وكافي، وأيضا ما قام قرأه أخي الشيخ عادل في تقرير اللجنة. طبعا هذه هو كما قال بأن هذا المرسوم هو تكملة لحزمة تشريعية لتطوير وتنظيم عمل المحاكم. فهذا الحقيقة كل ما لدي أستاذ دلال أسهبت، وأيضا معالي وزير العدل أيضا مشكورا شرح كل التفاصيل، لذلك أنا مع هذا المرسوم وشكرا مع الأخ الرئيس. دكتور منصور سرحان تفضل. شكرا سيد الرئيس. طبعا المرسوم بقانون في غاية الأهمية، وطبعا نحتاجه خصوصا في هذه الفترة،
أنا فقط لدي استفسار بسيط. جاء في المضمون من التقرير حول حق الاستئناف جاءت عبارة تقول: مع إتاحة حق استئناف هذه الأحكام في حالات محددة خاصة. سؤالي أنا: ما هي نوعية وما هي هذه الحالات المحددة حصرا؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. دكتورة ابتسام الدلال تفضلي. الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة ومقرر وأعضاء اللجنة التشريعية. هذا المرسوم بقانون استحداث نظام لرفع الدعاوي وإدارتها والفصل فيها بوسائل إلكترونية دون التقيد بالقواعد العامة لرفع الدعوى وتعديل الإجراءات اللاحقة وتوسيع صلاحيات الوزير المعني بشؤون العدل من تمديد إعلام طلب استصدار أو الأداء إلى 3 شهور. هذه الإجراءات حتماً تصب في مصلحة المواطن وتعزز من استقلالية القضاء، وأنا مع جميع بنود المرسوم، إلا أنني متحفظة كما هو زميلي الأستاذ دروش المناعي على اعتبار حكم المحكمة الصغرى انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوة لا يتجاوز 1000 دينار، خاصة أن الحكم النهائي غير قابل للطعن بسبب ضآلة قيمة الدعوة. واقترح الأستاذ درويش المناعي مدة 3 سنوات، وأنا أثني على هذا الموضوع، فقد يكون هناك نوع من نوع من أنه ما تكون العدالة متحققة جداً في هذا الشأن. أرجو توضيح ذلك وشكراً. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر طبعا موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك إلى معالي وزير العدل. الأمانة كان لدي مداخلة، ولكن أعتقد بما قدمه معالي وزير العدل وقدمته أستاذ دلال وأيضا الشيخ علي المعاودة يعني مقرر اللجنة سيختصر كثير من مداخلتي، ولكن أود أن أشير إلى موضوع آخر. أتصور عندما عرض هذا أو عندما صدر هذا المرسوم في أكتوبر 2019، وبعد ذلك عندما عرضت مذكرة هيئة الرأي والفتوى والتشريع أو الرأي التشريع والرأي القانوني مبررات إصدار في تلك الفترة، لم نكن يعني يمكن كممارسين أو كمستخدمين لما صدر بعد ذلك من قرارات، لم نكن أمانة يعني كنا نستشعر أنه أمر جيد، أنه سيسهل أو سيستحدث نظام رفع الدعاوى، سيضع نصاب لانتهاء الأحكام الصادرة، سيعيد النظر في أوامر الأداء وغير ذلك. ولكن يعني وكنا صراحة يمكن بكل أمانة يعني ننظر إلى هذا المرسوم باعتباره بارقة أمل وباعتباره خطوة باتجاه صحيح. اليوم بعد ما مر عدة أشهر على صدور هذا المرسوم وتحققه على أرض الواقع وأيضا وما شهدناه من تسريع لوتيرة العمل، من استحداث لمسار سريع في نظر الدعاوى الإلكترونية، التبليغ، قضايا شركات الاتصالات وغير ذلك، وجدنا بأنها ليست فقط خطوة يعني في الاتجاه الصحيح، ولكنها نقلة نوعية تضمن تحقيق العدالة بشكل يعني ليس فقط متوائما مع مبدأ تحقيق العدالة أن تكون يعني وفق سرعة ووفق تمكين لكل الأطراف، ولكنها أيضا تخفف من عدد القضايا المنظورة أمام قاضي الموضوع، وبالتالي تنعكس إيجابيا حتى على جودة الأحكام، جودة حتى المذكرات التي يكتبها السيدات والسادة المحامين وغير ذلك. أعتقد بأن هذا القانون يمكن معالي وزير العدل يعني استخدم يمكن جملة أو مفردة يعني حجر زاوية، أنا أعتقد هذه قفزة عملاقة ليس فقط حجر زاوية في مجال تطبيق الأنظمة الإلكترونية وما أحوجنا إليها في مملكة البحرين. بالعودة إلى المادة 213، يعني أنا شخصيا أنظر إلى أنها مادة إيجابية جدا، لأنها يعني وضعت نظام أتصور متطور جدا للدعاوى، ما تطلق عليه الدعاوى السمول كليمز أو الدعاوى الصغيرة قيميا، ولكنها مع ذلك لم تقفل الباب، يعني أوجدت استئناف بأسباب موضوعية هامة متعلقة بالنظام، مخالفة النظام العام أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات، وأعتقد بأن ذلك هو الأفضل والأصوب، وهو يحقق أيضا أهداف هذا المرسوم.
أكيد أنا مع تقرير اللجنة ويعني أتمنى كذلك، لا أعتقد أن هناك من أعضاء المجلس من يخالف، ولكن أتمنى كذلك أن يكون هناك الكثير من المشاريع القادمة التي تصب في نفس الاتجاه، خاصة بعد ما رأينا مجموعة القرارات التي خرجت من معالي وزير العدل ومستشار القضاء، وهذه التسهيلات التي استفاد منها المحامين واستفاد منها أطراف الدعوة واستفاد منها القطاع التجاري كذلك. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. آخر المتحدثين الأخ أحمد الحداد، تفضل. شكرا مع الرئيس. كما سبقني الأخوان وذكروا على أهمية هذا المرسوم بقانون، طبعا بدون شك بأن هذا المرسوم سوف يطور من نظام إدارة الدعاوي من خلال رفع هذه القضايا إلكترونيا. أنا أود أن أنتهز هذه المناسبة مع الرئيس وأتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ خالد بن علي وزير العدل والشؤون الإسلامية وجميع منتسبي وزارة العدل وكذلك المجلس الأعلى للقضاء. فمنذ استلامي لهذه الوزارة العتيدة عودنا على أخذ مبادرات، على مثل هذه المبادرات بخصوص تطوير الوزارة وخاصة في الاتجاه الإلكتروني والذي نشهده اليوم في تطور مستمر. مع الرئيس وددت أن أذكر مثلاً على ذلك. خلال يومين كنت مع بعض المحامين وتم التطرق إلى ما قامت به وزارة العدل وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البحرين والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وهم يشكرون كثيراً وزارة العدل على قيامهم بأن الذين يقومون برفع الدعاوى يستطيعون إلكترونيا، وقد سهل هذا الموضوع الكثير لهم، فالأحكام تصدر بسرعة وتنفذ بسرعة وتتابع من قبل المسؤولين. فألف شكر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والجميع الذين ساهموا في هذا الشيء، ونحن طبعا سوف إن شاء الله نوافق على هذا التعديل. وشكرا مع الرئيس. شكرا جزيلا. إذن بعد هذه المداخلات ليس لنا إلا التصويت على المرسوم بقانون نداء بالاسم. الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، موافقة. الدكتور أحمد سالم عبد علي العريض، موافقة. أحمد مهدي عبد النبي الحداد، موافقة. بسام إسماعيل إبراهيم بن محمد، موافق. جمال محمد عبد الرحمن فخرو، موافق. جمعة محمد جمعة الكعبي، موافق. جميلة علي سلمان أحمد، موافق. الدكتورة جهاد عبد الله محمد الفاضل، موافق. جواد حبيب جواد الخياط، موافق. حمد مبارك حمد النعيمي، موافق. خالد حسين مهدي المسقطي، موافق. خميس حمد محمد الرميحي، موافق. عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة، موافق. عبد الرحمن محمد سيف جمشير، موافق. الدكتور عبد العزيز حسن علي أبل، موافق. الدكتور عبد العزيز عبد الله ناصر العجمان، موافق. عبد الله خلف راشد الدوسري، موافق. علي عبد الله علي العرادي، موافق. فؤاد أحمد جاسم الحاجي، موافق. الدكتورة فاطمة عبد الجبار محمود الكوهجي، موافقة. فيصل راشد علي النعيمي، موافق. الدكتور محمد علي حسن علي، موافق. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، موافق. نانسي دينا إليا خضوري، موافقة.
نوار علي عبد الرحمن المحمود. نوار علي عبد الرحمن المحمود. موافق. هالة رمزي فايز. موافق. ياسر إبراهيم محمد حميدان. موافق. يوسف أحمد حسن الغتم. موافق. عبد الوهاب عبد الحسن منصور المنصور. طيب. معالي الرئيس علي بن صالح الصالح. موافق. شكرا معالي الرئيس. أغلبية موافقة. مشكورين أخوان. حسب قراركم السابق أن جلستنا ستكون ساعة، وفعلا الآن تجاوزنا الساعة، ولكن نظرا لجلستنا عقدناها عن بعد، فالمحظور بالنسبة للوقت قد زال وانتهى، ولدينا الآن مشروع القانون الذي تأجل أكثر من مرة، فبعد إذنكم راح نواصل في مواد القانون، وأتمنى أن النقاش العام قد تم، والموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ قد تمت، والآن ليس لدينا إلا الدخول في مواد القانون، فإحنا لن نتكلم، لن نقرأ المادة بنصوصها، ولكن بأرقام المواد مادة مادة، وراح نأخذ موافقتكم عليه إن شاء الله، ونرجو أن ننتهي منا في هذه الجلسة. هل موافقون أن احنا نستمر أخوان؟ نعم موافقون. طيب إذن احنا راح نطلب من الأخ المقرر الأخ رضا إبراهيم منفردي أن يقرأ توصية اللجنة أولا، ثم نذهب إلى مشروع القانون مادة مادة ابتداء من مسمى المشروع. فقط تقرأ مسمى المشروع بدون التفاصيل، ثم المواد بالأرقام بدون أيضا الدخول في أي تفاصيل. تفضل. شكرا معالي الرئيس. السلام عليكم جميعا. توصية اللجنة مسمى المشروع، الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على مسمى المشروع. ستة وثلاثين الموافقين. اللي بعده. الديباجة، إعادة ترتيب المراسيم والقوانين في الديباجة حسب تواريخ صدورها. الموافقون على الديباجة حسب توصية اللجنة. الموافقون 35. تفضل اللي بعدها. المادة الأولى التعاريف، الموافقة على قرار مجلس النواب بتصويب الأخطاء النحوية والتركيبية في البند رقم 2 من تعريف العينة النموذجية على النحو الآتي، الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عبارة إنها جزء أو مشتق إلى إنه جزء أو مشتق، الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عبارة ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معباء إلى ما لم يكن هذه الجزء أو المشتق معباء. الموافقون على المادة الأولى حسب توصية اللجنة. الموافقون 37. المادة الثانية. تفضل. المادة الثانية نظام تطبيق، الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على المادة الثانية
حسب توصية اللجنة. الموافقون 37. اللي بعدها المادة الثالثة اختصاصات المجلس إجراء التعديلات التالية: البند 3 تغيير كلمة السكرتارية إلى أمانة السر، وذلك اتساقا مع البندين 5 و9 من ذات المادة، ليصبح البند كالتالي: 3 العمل كنقطة اتصال وطنية بين المملكة وأمانة السر وأمانة السر الاتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ المسائل الإدارية والعلمية ذات الصلة بأحكام هذا القانون والاتفاقية. البند 7 إضافة رقم إضافة عبارة والجهات بعد كلمة التجار الواردة في البند رقم 7، وذلك اتساقا مع الفقرة باء من المادة 11 من مشروع القانون، ليصبح البند كالآتي: 7 تسجيل أسماء التجار والجهات وعناوينهم وعمليات الإنتاج وتوزيع الحصص. الموافقون على المادة الثالثة حسب توصية اللجنة. الموافقون 37. اللي بعدها المادة الرابعة اختصاصات الهيئة العلمية، تغيير عبارة التصرف في الواردة في الفقرة 4 من البند ألف إلى كلمة حفظ، اتساقا مع المادتين 20 و22 من مشروع القانون، لتصبح الفقرة 4 كالتالي: كيفية حفظ العينات النموذجية المضبوطة أو المحكومة بمصادرتها. الموافقون على المادة الرابعة حسب توصية اللجنة. الموافقون 37. اللي بعدها المادة الخامسة ضوابط التجارة الدولية، الموافقة على قرار مجلس النواب بتصويب الخطأ اللغوي في كلمة تحددها الواردة في سياق البند باء لتكون يحددها. الموافقون على المادة الخامسة حسب توصية اللجنة. الموافقون 35. وسعادة الوزير تفضل. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس أنا كان عندي ملاحظة المادة 4 أصلا، وقدم يعني طلبت الكلام في حينها، بس مع الأسف لم يلتفت لها. مع الرئيس بس قبل الملاحظة والأمر راجع لمجلسكم المقر. تعديل اللجنة كان في المادة 4 البند 4 كيفية التصرف في العينات، اللجنة عدلت بكيفية حفظ العينات. مع الرئيس اللفظ حفظ لم يرد في القانون، ورد في أكثر من موضع لفظ التصرف. والملفت للنظر أن عنوان المادة 22 التصرف في العينات النموذجية المصادرة نفس اللفظ اللي ورد في المادة 4 بند 4. أعتقد كان من الأنسب الإبقاء على لفظ التصرف وليس الحفظ، لأنه في حالة، وهذا ما تم قبل قليل، عندما تم إقرار التعديل باستبدال حفظ مكان تصرف لم يتسق مع أكثر من مادة، وتحديدا مادة 22 التي تنص على التصرف في العينات النموذجية المصادرة. هذه كانت ملاحظتي طوال عمرك على المادة 4 وليس المواد التالية. شكرا مع الرئيس. فالمقترح أن يعني نعطي نفسنا فرصة للتفكير لعلنا أن نتوصل إلى الحل المناسب، وعلى كل يعني الوقت موجود أن تعود اللجنة ونفكر فيها بشكل أكثر دقة حتى نتخذ القرار الذي نعتقد أنه يخدم مشروع القانون. وفي الأخ دلال اقترحت أن نعيد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتفاهم مع الأخوة في الحكومة على صياغة هذه المادة، لعلكم تتوصلوا إلى حل مقبول للجميع. لأن الآن إذا أعدنا التصويت يا نصوت على توصية اللجنة
أو على ما ورد في مشروع القانون، واللي هو طبعا مختلف عن توصية اللجنة. فأنا أقول بدل أن نتخذ قرار مستعجل، خلى يعني نعطي نفسنا مهلة للتفكير ونعود الأسبوع القادم إن شاء الله نناقش هذا الموضوع، وإن شاء الله تتوصلون إلى الحل المناسب. فما رأيك يا أستاذ فؤاد؟ أستاذ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة. إلا تعامل في معالي الرئيس، إلا تقول لا لا. إذا أنتم يعني، أنا بس حبيت أن ما نتخذ قرار مستعجل ثم نعود إلى المادة من جديد. فأنا أستأذن، أقول لك إحنا قابلين على كل. مشكور على قبولك. إذا سعادة المستشار، الآن المادة سبق وصوتنا عليها، والآن بدأت وجهة النظر غير متفقة، فهل يجوز لنا إعادتها إلى اللجنة واللجنة موافقة على إعادتها لمزيد من الدراسة؟ شكرا سيدي الرئيس. هذه الحالة منظمة بمقتضى المادة 108 من اللائحة، التي نصت في عجوزها أنه يجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق أقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع. إذا نحن لازلنا في هذه المرحلة المشمولة بأحكام هذه المادة، وبالتالي يجوز تماما إعادة المناقشة، وفي إطار إعادة المناقشة يمكن أن يتخذ المجلس رأيه بما يراه مناسبا، إما بإعادتها إلى اللجنة أو بالموافقة على النص مثل ما ورد في مشروع القانون من مجلس النواب، أو بالموافقة على توصية اللجنة. إذن اللائحة الداخلية تسمح لنا بإعادتها إلى اللجنة، ولكن الآن نريد موافقة المجلس، موافقة المجلس على الإعادة لمزيد من الدراسة. طيب إذا حسب رأي المستشار نفتح الباب من جديد لمناقشة المادة الرابعة التي سبق وصوتنا عليها حتى نتخذ القرار المناسب. الموافقون على إعادة المناقشة في المادة رقم 4؟ خمسة وثلاثين موافق وعضو واحد ممتنع. إذن نعيد النقاش فيها. الأخ علي العرادي تفضل. وأمانة أنا كذلك طلبت الكلمة. أتصور معالي الرئيس بأن المادة لا تحتاج إلى الكثير من النقاش، وأن الكلمة التي استبدلت لا تحقق الغرض. وسأقرأ يعني بشكل سريع اختصاصات الهيئة العلمية. سأقرأ فقط فقرتين تختص الهيئة العلمية بإبداء الرأي والمشورة وللمجلس في جميع المسائل ذات الصفة العلمية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الأخص بالمسائل الآتية. إذن المادة 4 هي قررت اختصاص الهيئة العلمية، وكذلك أعطت خصوصية لبعض هذه المسائل. ومن ضمن هذه المسائل إذا ذهبنا إلى النقطة الرابعة، كيفية التصرف في العينات النموذجية المضبوطة أو المحكوم بصدق مصادرتها. إذن كلمة التصرف هي أشمل، لأن هذه العينات قد يكون محكوم بمصادرتها أصلا، وقد تكون هذه العينات النموذجية مضبوطة. وبالتالي إذا كان الأساس هو إعطاء هذه الصلاحية لكي تتصرف في هذه العينات لأنها قد يكون محكوم بمصادرتها، وبالتالي قد يكون التصرف وهو الأشمل من الحفظ، قد يكون الحفظ ولكن قد يكون هناك تصرف آخر. والهيئة لأن هذه العينات محكوم بها كما نصت المادة 4، إذن مفردة الحفظ لا تحقق الغاية المأمولة من القانون. وبالتالي التصرف
في هو هي الكلمة الأنسب أو الجملة الأنسب التصرف فيه، وهي الجملة التي ستعطي هذه الهيئة الصلاحية الأكبر، لأنها كما بينت المادة العينات النموذجية المضبوطة والمحكوم بصدرها، وبالتالي أنا مع رأي الأبعد وهو الإبقاء على المادة كما وردت في المشروع من الحكومة. شكرا معالي الرئيس. الأخ خالد المسقطي تفضل. شكرا معالي الرئيس. أنا طبعا يعني أجد نفسي متفق تماما مع ما تفضل فيه مشكورا وزير شؤون المجلسين، ولفت انتباه الأعضاء إلى التغيير اللي جاءت به اللجنة من كيفية تصرف إلى كيفية حفظ. وهنا إحنا ما نتكلم عنه، نتكلم على عينات نموذجية، عينات مضبوطة، عينات يمكن محكوم بمصادرتها. فكيف لي أن أنا أعطي مجال ضيق بأن يكون هناك حفظ لهذه العينات النموذجية، بينما يجب في المشروع الأصلي المادة كانت واضحة كيفية التصرف يمكن يكون منها حفظ أو ممكن يكون منها أي من أنواع التصرف الأخرى. أنا أجد نفسي يعني مع ما جاء به وزير شؤون المجلسين، مع تفضلت فيه الأستاذ دلال، الأخ علي العرادي، وأيضا الشيخ عادل المعاودة، أعتقد يجب علينا فعلا أن نرجع إلى الصياغة كما جاءت في المادة حسب المشروع الأصلي. شكرا على الرئيس. شكرا جزيلا. أنا في نظري أن سبق وأن طرحت عليكم، وكما اقترحت الأخ دلال، إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وأنا أعتقد أن القانون لا زال في يدنا، وإعطاء الفرصة للجنة أيضا لأي تكون على قناعة وهي اللجنة المختصة. وأنا أعتقد بأن اللجنة والحكومة سيتوصلوا إلى الصيغة المناسبة بالنسبة لهذا القانون. أنا الآن راح أصوت على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله الأسبوع القادم توافينا اللجنة برأيها النهائي. الموافقون على إعادة المادة الرابعة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ 35 موافقين، 1 غير موافق. إذن تعود المادة إلى اللجنة، وإن شاء الله إحنا راح نستكمل المشروع في جلسة قادمة. إن شاء الله يكون رأي اللجنة بعد أن يتم التوافق عليها إن شاء الله بيكون أمام مجلسكم الكريم. إلا بعدها المادة الثامنة، إعادة التصدير، الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد برقم 4 كما توصل اللجنة بإعادة صياغة المادة على النحو الآتي. النص بعد التعديل: يقدم طلب الحصول على شهادة إعادة التصدير لأي عينة نموذجية من الأنواع المدرجة في الملاحق للمجلس، ويشترط لمنح شهادة إعادة التصدير أن يتحقق المجلس من توافر الشروط الآتية: 1- أن العينة النموذجية التي سيتم إعادة تصديرها قد تم استيرادها وفقا لأحكام هذا القانون. 2- أن العينات النموذجية الحية قد تم تجهيزها وشحنها وفقا لاشتراطات ومعايير اتحاد النقل الجوي الدولي بما يقلل من خطر الإصابة والإضرار الصحية أو المعاملة القاسية بغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة. 3- حصول المستورد على إذن استيراد من الدولة المستوردة بالنسبة لإعادة تصدير العينات النموذجية من الأنواع المدرجة بالملحق رقم 1. رقم 4- إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن إعادة تصدير العينة النموذجية الحية من الأنواع المدرجة بالملحقين رقم 1 و2 سيكون لأغراض غير ضارة أو مهددة لبقاء حياتهم. الموافقون على المادة حسب توصية اللجنة؟ 36 عضو. إلا بعدها لو سمحت الباند التاسعة، الإدخال من البحر، الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة في المقام الأول الواردة في نهاية البند رقم 2
توصل لجنة تغيير عبارة يتأكد المجلس إلى عبارة تتأكد الهيئة العلمية الواردة في البند 3 من الفقرة باء، وذلك اتساقا مع الفقرة 2 بند ألف من المادة 4 من مشروع القانون. الموافقون على المادة 9 حسب توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. تفضل اللي بعدها. المادة 10 الأذونات والشهادات البند ألف، عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عبارة 30 يوما إلى 60 يوما والإبقاء على مدة 30 يوما الواردة في مشروع القانون، حيث أن هذا المدة كافية لإصدار الإذن أو الشهادة. الموافقة على قرار مجلس النواب في التعديلات الآتية البند ألف، تصويب كلمة تعتبر لتكون يعتبر، البند باء تغيير عبارة كما ورد بالنموذج رقم 1 المرافق لهذا القانون إلى وفقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. البند دال تصويب الخطأ الإملائي في كلمة لمرة الواردة في سياق البند لتكون لمرة. البند طاء إعادة صياغة البند على النحو الوارد لنا. الأخ عبد الرحمن جمشير. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أنا لاحظت أن طبعا في مشروع الحكومة الأصلي أن الحكومة قالت 30 يوم، اللجنة توافقت مع الحكومة وأصرت على 30 يوم، والنواب قالوا 60 يوم، واللجنة قالت أن 30 يوم كفاية. أنا أتصور يعني هذا الاختلاف يعني هل هو مبرر لدى اللجنة والحكومة؟ ما هي رأيه في تعديل النواب قالوا من 30 يوم إلى 60 يوم؟ هل هناك مبرر أن نرجع هذا المادة إلى الحكومة إلى مجلس النواب والحكومة والمجلس النواب يسرع على رأيه وبعدين القانون يروح في يعني إلى المجلس الوطني بسبب هذا الاختلاف البسيط؟ يعني أنا أقول ليش إذا هناك لدى الحكومة يعني مبرر قوي أن إصرار على 30 يوم كان فيها أو ليس هناك يعني مبرر قوي فلنتوافق على مع مجلس النواب. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. سعادة وزير شؤون المجلسين تفضل. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس أقدر مداخلة دلال والأخ عبد الرحمن، هذه ملاحظاتنا أيضا. لو رجعنا طال عمرك لطاء البند طاء من المادة، تلاحظ أن النص اللي جن الحكومة شو القانون محكم ومختصر ويفي بالقرار عندما يقول على المجلس أن يقوم بإلغاء أو تعديل أي من الأذونات والشهادات التي أصدرها إذا ثبت أن صدورها كان بناء على معلومات خاطئة من قبل مقدم الطلب. هذا هو النص الأصلي. جاء تعديل النواب وفرقوا ما بين الحالتين، الحالتين موجودين اللي هو قضية الإلغاء أو التعديل. فجاء تعديل النواب بنص لو نلاحظ حتى من خلال النظر المجرد أنه ضعف النص الأصلي، يقول على المجلس أن يقوم بتعديل أي من الأذونات والشهادات التي أصدرها إذا ثبت أن صدورها كان بناء معلومات خاطئة من قبل مقدم الطلب، ثم يقول وعلى المجلس إلغاء الأذونات والشهادات المشار إليها إذا ثبت المجلس أن صدورها كان بناء معلومات مغلوطة تعمد مقدم الطلب تقديمها. يعني في كلا الحالتين هي إلغاء أو تعديل، ثم في كلا الحالتين معلومات خاطئة أو مغلوطة من مقدم الطلب. أعتقد فعلا أن النص الأصلي يفي بالغرض ولا يكون في تفاصيل يعني لا لزوم لها. وبالنسبة للمدد مثل ما تفضل أخي سعادة العضو عبد الرحمن جمشير، أعتقد الإبقاء على النص الأصلي عندنا لأن إحنا أتينا في التعديل وضاعفنا المدة، بدال 30 يوم خلينا 60 يوم، 30 يوم للبث ثم 30 يوم للتظلم و 30 يوم للطعن، فالمدد يعني 90 يوم كلها، لكن لما نأتي وخليها 60 أعتقد المدد سوف تطول، ربما تسبب ضرر حتى للمستفيد من قضية الأذونات والشهادة. شكرا معكم. قبل ما أصوت سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
بس بغيت أوضح على بالنسبة إلى موضوع مدة 30 يوم، يعني إحنا مثل ما أوضح زميلي وزير شؤون المجلسين أن الإبقاء على هذه المدة، خاصة إحنا في الوزارة بصورة عامة وفي الحكومة ككل التوجه أن إحنا يعني نسهل ونسرع من تقديم الخدمات بصورة عامة. حتى فترة 30 يوم هي فترة يعني واجد يعني فيها كفاية يعني إلى هذا، فمدها إلى 60 يوم وبعدين تظلهم هذا بيأثر الخدمات بصورة عامة، وهذا ضد توجه الحكومة، فالإبقاء على 30 يوم هو الشيء الأفضل. مشكور. إذن الآن راح نصوت على المادة، أن المادة تبقى حسب مشروع القانون الذي ورد من الحكومة، وبقية المادة حسب توصيات اللجنة. الموافقون على المادة؟ الموافقون 36 وعضو واحد ممتنع. وفي الأخير أنا أجل ما تبقى من مشروع القانون إن شاء الله إلى جلسة قادمة، والشكر إليكم جميعا وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلامة إلى الجميع.